لماذا نحول انتماءاتنا إلى تعصب؟ ولا أخص طائفة بعينها، ولا أخص مذهباً على وجه التحديد، وإنما أتحدث عن عموم الوضع الإسلامي. والقضية هي أكبر من الوضع الإسلامي حقيقة، ولكن ما يهمني هو هذه الدائرة. لماذا نحول انتماءاتنا إلى تعصب؟ بأي مبرر نشرعن هذا التعصب؟ لماذا يخيل إلينا أننا كلما كنا متعصبين أكثر كلما كنا متدينين أكثر؟ هل فعلاً التعصب نابع من تعاليم ما ننتمي إليه، أم أنه يمثل خللاً في الفهم، أو خللاً في التربية، أو خللاً في الشخصية؟ إذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد صوراً من الانتماء يعرضها القرآن الكريم. من هذه الصور القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. هذه صورة من صور الانتماء، انتماء إلى الشعب، الانتماء الشعبي، والانتماء إلى القبيلة. لكن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هذا التنوع في الانتماءات الغرض منه لتعارفوا. فإذن الإرادة الإلهية في هذا التنوع في الانتماء ليس هو التعصب، وإنما هو التعارف، التعارف بما يمثله من انفتاح كل طرف على الآخر، بحيث نثري ونغني التجربة الإنسانية بما يحقق للبشرية كمالها في هذا الوجود. هذا العنوان هو الذي يمثل الإرادة الإلهية. فالذين يعتبرون أنفسهم منتمين إلى هذه المدرسة، مدرسة الله سبحانه وتعالى، المدرسة الإسلامية، المدرسة القرآنية، فالعنوان المراد هو عنوان التعارف وليس عنوان التضاد وعنوان التعصب. إذا قال البعض لعل الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يكون عنوان التعارف خاصاً بمن يدخل في ضمن دائرة الانتماء، نحن فيما بيننا عندما ننتمي إلى دائرة محددة نحن نتعارف فيما بيننا، أقول كلا، الآية القرآنية واضحة لا لبس فيها: يا أيها الناس. هذا الخطاب يا أيها الناس خطاب عام لا يستثني أحداً، وبالتالي الأصل في التعامل الإنساني المساوق المناسب مع الإرادة الإلهية هو لتعارفوا وليس لتعصبوا. هناك صورة أوضح من ذلك. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه علاقة مع الكافر، مع الكافر، العبارة واضحة، مع الكافر غير الحربي. الكافر الحربي وضع آخر، هو أعلن الحرب ويريد أن يستأصل الوجود الإسلامي، لكن الكافر غير الحربي الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن أن يكون عنوان العلاقة معه هو عنوان البر. والبر بأي معنى؟ البر هو عمل الخير على كافة الأصعدة المادية والمعنوية. أن يكون عنوان البر هو العنوان الذي يمثل طبيعة هذه العلاقة، وعنوان القسط والعدل هو العنوان الذي يمثل طبيعة هذه العلاقة. فإذا كان التعصب غير مطلوب مع الكافر غير الحربي، طبعاً إذا كان التعصب غير مطلوب مع هؤلاء فما بالنا في الدائرة الإسلامية. إذا أردنا أن نتحدث في دائرتنا نحن الخاصة، عندنا وصية إمامنا العسكري عليه السلام، والتي دائماً
أقتطع جزءا منها في بداية الخطبة الثانية. أوصيكم، وهو يوصي شيعته، أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا في عشائرهم، والضمير يعود إلى من ينتمي إلى المدارس الإسلامية الأخرى. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هذه الوصية الرائعة من إمامنا العسكري عليه السلام لم تأتي في أجواء رخاء ودعة كان يعيشها الإمام أو كان يعيشها شيعة الإمام العسكري عليه السلام، بحيث يقول أحد نعم عندما تكون العلاقات طبيعية والأجواء أجواء رخاء ودعة يأتي هذا الكلام. لا، الإمام العسكري عليه السلام قرأتم وتعرفون تاريخه وكيف كان مضطهداً، وأيضاً الذين كانوا ينصرون الإمام أو كانوا من شيعة الإمام أيضاً ما كانت أوضاعهم أوضاع رخاء ودعة وعلاقات طبيعية مع الآخر. مع هذا تأتي توصية الإمام العسكري عليه السلام. لماذا؟ لأن الأصل في الأخلاق الإسلامية، الأصل في الطبيعة الإنسانية، في الفطرة الإنسانية، في السلوك الإنساني هو هذه الأشياء، أن يكون الإنسان بمثل هذه الصفات. البعض يقول أن هذه الوصايا تأتي من باب التقية من الإمام العسكري عليه السلام، يعني اتقوا شر الآخر الذي قد يعاديكم أو يخالفكم، اتقوا شره من خلال هذه الممارسات، أن تحضر صلاته وأن كذا حتى لا يصيبك منه شر. أقول لا، اعذرني أختلف معك في هذا الفهم. هل تعلم لماذا؟ لأن الإمام العسكري عليه السلام بنفسه علل لماذا يجب أن نكون هكذا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. يعني هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل تعاليمه تعاليم التقية أم تعاليمه تعاليم بناء الإنسان وسلوك الإنسان وشخصية الإنسان المسلم؟ هذه هي تعاليم الإسلام، تعاليم الرسالة التي يجب دائما أن تتصفوا بها. هذا واحد. اثنين، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، يعني الإمام يسعد بأن تكون صفة الإنسان الموالي لهذه المدرسة. إذن يريد أن يقول أن صفة هذه أتباع هذه المدرسة هي هذه الصفة الراقية في الأخلاق، في التعامل، في عدم التعصب، في الانفتاح على الآخر، في التعارف، وليس صفته التعصب. ثالثا، جروا إلينا كل مودة. هل من التعصب يتحقق هذا؟ هل من خلال التعصب ندفع عنهم كل قبيح، أم ندفع الآخرين للابتعاد عنهم وندفع الآخرين لأن يوجهوا الكلام السيء لهذه المدرسة ولقادة هذه المدرسة؟ إذن الإمام يبين لنا أسباب هذه الوصية ويقول لنا بأن من أصل الإسلام تعاليم النبي، من أصل مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذا أردتم أن تكونوا حملة لرسالة هذه المدرسة حقيقة، إذا أردتم أن تكونوا دعاة لهذه المدرسة حقيقة، فعليكم أن تجسدوا هذه العناوين التي ذكرها الإمام، وليس التعصب الذي يدفع إلى الشتائم ويدفع إلى هذه الصور التي تنفر وتنفر. قبل أيام وأنا أعد هذه الخطبة كل تركيزي كان إلى الشباب، يعني كان هدفي أن أوجه خطابي للشباب باعتبار أن هناك
يعني علامات كثيرة تدل على أن حالة التعصب وحالة الإحساس بقوة الانتماء الذي يدفع إلى مهاجمة الآخر بدأت تتنامى خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع الأوضاع التي نعيشها في المنطقة والشحن الطائفي الكبير الذي نعيشه. ولكن بعدما جرى قبل يومين في بيت الأمة، حقيقة اقتطعت جانب من الخطبة مما سأقوله من الآن فما بعد، لأن المسألة لم تعد مسألة خطاب للشباب، والقلق لم يعد مقتصراً على ما يصدر عن الشباب، بل عمن يفترض بهم، ولا أخص شخصاً أو أشخاصاً محددين، ولا أقصد جهة أو أتباع مذهب محددين، ولكن خطابي عام من إحساسي بالمسؤولية كمسلم وكمواطن في هذا البلد. أقول بأن القلق بات ينصب أيضاً في من يراد لهم، في من وضعوا أنفسهم في موقع القيادة بنحو من معاني القيادة، وفي موقع متقدم في هذا المجتمع، بحيث يجعلهم كأنهم قدوة للآخرين، قدوة لقواعدهم الشعبية، قدوة لمن أعجبوا بهم، قدوة لمن ينصتوا إلى كلامهم، قدوة لمن يحاولون أن يسيروا على مسلكهم ومنهجهم في التعاطي السياسي والتعاطي الوطني. ولذا يفترض كل إنسان يضع نفسه في موقع قيادي ولو بمثل هذه الصورة، عليه أن يكون حساساً حساسية كبرى تجاه ما يصدر عنه فيما قد يترجم من خلال أتباعه أو السائرين على نهجه، أن يترجم إلى أفعال أيضاً من قبلهم بنفس ما صدر عنه، أو من أقوال بنفس ما صدر عنه من قول. وبالتالي نفهم لماذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حساساً مع وليمة دعي إليها والي البصرة، وليمة من قبل أحد تجار البصرة دعي إليها هذا الوالي، فالإمام يوجه له رسالة عتب ويوجه له رسالة تحذير، لأن من يجعل نفسه في هذا المكان عليه أن يحسب حسابات كثيرة، كيف يمكن أن يفهم حضوره في مثل هذه الوليمة في ضمن الأوضاع السيئة والسلبية التي كانت موجودة آنذاك. صلوا على محمد وآله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما جرى في بيت الأمة يخاف أن يمثل شرارة لبؤر تصعيدية طائفية في المستقبل القريب لا سمح الله، ولأتفه الأسباب لما خلقه هذا الأمر من شحن للنفوس، بالإضافة إلى ما تم شحنه خلال المدة الماضية، لا سيما بلحاظ الأوضاع السياسية التي تحيط بنا في البحرين، في سوريا، في أماكن أخرى، ما تشحنه في النفوس وما تدفع إليه النفوس من تعصب لهذا الاتجاه أو ذاك، ثم ينعكس هذا التعصب بصورة أو أخرى. اليوم نقول إن ما جرى في بيت الأمة يخلق لا سمح الله شرارة، هو مهيئ أن يكون شرارة لبؤر صراعات جديدة ولأتفه الأسباب. قد يعجبني وقد ينسجم مع عاطفتي أن أنبري أو ينبري فلان أو فلان للانتصار لهذا المذهب أو ذاك في ضمن ما يطرح من إثارات مذهبية هنا وهناك، ولكن أقول في ضمن كل هذه الأجواء المشحونة التي يراد لها أن تنفجر ويكون لها انعكاسات خطيرة جداً على مستوى الوطن أو على مستوى المنطقة، أقول هل من العقل، هل من المنطقي، هل من الصحيح، ونحن نقول بأننا أتباع القرآن وأتباع مدرسة أهل البيت، أن ننفعل وأن نعيش وأن نتماشى ونجاري هذه الأجواء المتعصبة التي تريد أن تفجر الأمور أكثر وأكثر، أم من العقل أن نتريث؟ أذكركم في العام الماضي فتنة مركز وذكر، عندما تحدى وتحدى وبدأ يكتب ويكتب ويجمع تواقيع وكذا لإثارتنا في قضية ما، ليجر أرجلنا إلى صراع ما، عندما سكت علماؤنا
وتجاهلوا الأمر ماتت الفتنة، انتهت. ولكم أن تتصوروا فيما لو كانت هناك ردود وردود وحضور وتفاعل كذا، تخيل كيف كانت ستكون الصورة في هذا الوطن في ضمن هذا الصراع. نعم، لا طرف يريد أن يكون هو الخاسر في مثل هذه الإثارات وهذه الصراعات، ولكن أقول عندما تحكم العقل لا يعني أنك الطرف الخاسر، بل يعني أنك الطرف العاقل الذي تقدر المسؤولية، سواء مسؤوليتك الدينية أو مسؤوليتك الوطنية. الساحة تعيش حالة من تأصيل التعصب المذهبي بشكل متنامي، لا سيما بين الشباب، وسلوك الشباب من الصعب أن ينضبط إذا فلت. ولما يدور حولنا من أحداث في البحرين وسوريا وانفعالات الساحة العربية عموماً أثر كبير في ذلك، وهذا يستدعي منا جهداً مضاعفاً في هذه الفترة الحرجة. مسؤوليتنا جميعاً كمسلمين كمواطنين أن نتعامل بمسؤولية دينية ومسؤولية وطنية، لا بالعاطفة ولا بالانجرار وراء نداءات المتعصبين. سبق ووجهت ندائي إلى وزارة الأوقاف، سبق وجهت ندائي إلى وزارة التربية والتعليم العالي وإلى وزارة الإعلام بضرورة أن يكون هناك عمل إعلامي وتربوي واجتماعي صادق من أجل ترسيخ الروح الوطنية ونبذ الطائفية التعصب من خلال مشاريع متعددة. ونأمل وأعيد وأكرر ندائي مجدداً، وأنا آمل أن ينصت ويستمع إلي أحدهم لكي يفعل مثل هذا الأمر، لأننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نرسخ مثل هذه المفاهيم. وأكرر هذا النداء لعل أحدهم يتحمل هذه المسؤولية. وأيضاً أوجه كلامي إلى من هم وراء الخطاب الديني، الخطاب الديني الذي دائماً يصبغ بصبغة مقدسة حتى لو كان المتحدث غير معصوم وقابل أن يخطأ، ولكن يتعصب لمثل هذا الخطاب الديني ما دام متناسباً مع حالة التعصب التي أحبها وأعيشها. أقول لمن وراء الخطاب الديني، وأيضاً لمن وراء الخطاب السياسي، ولمن وراء الخطاب الإعلامي، أدركوا خطورة التلاعب بنيران التعصب. نحن جميعاً في هذا البلد مواطنون، لكل منا موقع في بلده ولد فيه وعاش، ولا بد أن يعيش مع الآخر، فالأرض تنتج للجميع والينابيع تسقي الجميع. هكذا الأمر في الحياة، فلماذا لا نعيش نحن هذه الحالة ونشعر بأننا نرتبط ببعضنا ارتباطاً عضوياً؟ لماذا يحاول كل واحد منا أن يقيس وطنه على عصبيته ليسقط في نهاية المطاف هذا الوطن لا سمح الله؟ اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إله الحق وخالق الخلق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.